في فنانة شهيرة قالت إن جوزها لما كان جوزها يعني أنتج لك فيلمين وراها واعتبرت ده خيانة. قال لي مرة أفتكر حاجة زي كده، بس أنا لما هاجي أشتغل مع منتج مش هسأله أنت متجوز ولا متطلق، أنت بتاع منتج بيجي يتفق معايا على عمل، ما يخصكيش أصلاً. أنا ماليش دعوة، هو متجوز هو مطلق هو مش حاجة تخصه، ما تخصنيش أنا خالص، فبمضي العقد وبشتغل. يمكن تكون اتضايقت إن هو أنتج لك أنت، دي ترجع لهو وهي مش ليا أنا، أنا مالي، أنا ماليش دعوة، أنا سهير رمزي نجمة بشتغل من قبل، يمكن هي ما تشتغل، هي أصغر مني بكتير، فيمكن من قبل هي ما تشتغل، فيعني هو خد اسم سهير رمزي يشتغل بيه كمنتج كبزنس، إحنا عرض وطلب تملي في السينما، لو كل واحد هيجي يتفق معايا على فيلم والله أنت متجوز متجوز مش معقول طبعا لا.